هذا المجتمع يفكر ويبتكر ويبدع. المنظومة اللي بتفرخ لهذا المجتمع هل هي مؤهلة لإخراج هذا المنتج؟ لا طبعا. هل هي طب عايزة ايه بقى؟ هو ده اللي احنا عايزين نفكر فيه. عايزة ايه؟ عشان نخليها تخرج لنا المنتج ده للمجتمع ده. لأن هم دول اللي هينفذوا بعد كده المجتمع ده كله اللي من خلاله هنجري بخطة التنمية المستدامة. وهو طبعا الخطة دي برضو احنا عمالين بنسابق الزمن فيها، لأن كل ما نحط خطة وننام عليها وما ننفذهاش بتلاقي الخطة دي غير صالحة للفترة اللي احنا عايشين فيها، فهتيجي تتغير ونشوف الدنيا وصلت فين. فاحنا بنعمل بنشوف احنا فين، وين وي ار، احنا فين، الدنيا فين، واحنا فين، او يعني نقيم ظروفنا الحالية من خلال تقييم كل عناصر منظومة العملية التعليمية الموجودة، ثم بعد ذلك بنشوف بنش ماركينج والدنيا وصلت لغاية فين، أحدث ما وصل إليه سوق المنظومات العلمية في الدنيا وصل فين، ثم بعد ذلك بنحط أجريسيف بلان.